السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيرست موتورز هيونداي. حابب اعرفكم اليوم عن اكسنت 2019 الجديده. بتميز الاكسنت بسعه محرك 1.6 ببولد 121 حصان، فيها LED لايتس اماميه خلفيه، كشفات، رينجيت الومنيوم، سيجنال لايت ميرور، دخول بالبصمه، حساسات كاميرا خلفيه ومع فتحه في السقف. وطبعا مثل ما شايفين داخليا ولاول مره الاكسنت بيكون فيها نظام للجي بي اس، بيكون فيها بلوتوث، يو اس بي ايو اكس، مسند يد واي سي خلفي. اذا حبيتوا تجربوا السياره تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم بمعرض هيونداي، رح يكون بخدمتكم، واهلا وسهلا فيكم.